رضت اليمنية والحزب الحاكم إلى اتفاق على آلية نقل السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية. تم ذلك خلال اجتماع مشترك لقيادات من الحزب الحاكم والمعارضة مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر ونائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. خلص الاجتماع إلى عرض النسخة النهائية للآلية والتوقيع عليها من قبل الرئيس أو نائبه قبل الاجتماع في الرياض يوم الأربعاء. تتضمن النسخة بالتحديد تفويضا من الحزب الحاكم والمعارضة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على التوصل إلى اتفاق برعاية أوروبية أمريكية خليجية. بهذا نختم النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز أنبائها.